الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، الآن أنتقل بحضراتكم إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لتخبرنا عن شيء من سنن الحبيب المصطفى. السلام عليك يا أمنا حفصة ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ماذا تريدين أن تعلمينا في هذه الأيام؟ قالت حفصة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبنائي يا أتباع سيدنا محمد. قالت حفصة أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن حتى لقي ربه: صيام يوم عرفة، وصيام عاشوراء، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعة الغداة. أما صيام يوم عرفة أيها الإخوة، ونحن الآن قد ودعنا حفصة إلى هذا المكان، صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب حولين كاملين، حول مضى وحول سيأتي. وأما صيام يوم عاشوراء فإن الله يكفر به ذنوب سنة مضت، وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر عربي وهي الأيام القمرية، اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر. ولرب سائل يقول: لما فتحت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مع انك رفعت اليوم وما بعده من العدد صفة له؟ فكيف تخالف الصفة موصوفها؟ كيف يكون الموصوف مرفوعا والصفة منصوبة؟ وانني قصدت ان انبه على مثل هذه الاشياء، لان المذيعين عندنا والمذيعات الاحياء منهم والاموات كثيرا ما يخطئون في مثل هذه الكلمات. ونحن نقول اليوم مرفوع على انه مبتدأ، والثالث عشر صفة له مبنية على فتح الجزئين. لا يجوز ابدا ان تقول الثالث عشر ولا الثالث عشر، هذا خطأ، لان العدد اذا رتب بني على الفتح في جزئيه، الثالث وعشر، الثالث عشر، متى ركب وجد بناؤه على الفتح دائما، سواء كان ما قبله مرفوعا منصوبا مجرورا. فإن الثالث عشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر، التاسع عشر، كل هذه الألفاظ مبنية على فتح الجزئين، لا يجوز رفعها ولا كسرها ولا نصبها، إنما الواجب بناؤها على فتح جزئيها. فإذا ما ضمنتها فهذا خطأ، إذا ما كسرتها فهذا خطأ. وما معنى فتح الجزئين؟ معنى فتح الجزئين
أنك حذفت الواو من بينهما ولم تقل الثالث وعشر، فمتى حذفت الواو وجب البناء على فتح الجزئين لا يجوز تغييره. مثلهما في ذلك كمثل كلمة حيث لا يجوز فتحها ولا جرها، إنما هي مبنية على الضم، وما بعدها يجب أن يكون مرفوعا لا يجوز جره، فتقول جلست حيث علي جالس ولا تقول حيث علي، لأنك إذا قلت حيث علي فقد أضفتها إلى المفرد، وحيث وإذا وإن لا تضاف إلا إلى الجمل، وهذه فائدة عربية نأخذها على هامش الطريق، وأسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع في زمان كسروا فيه اللغة تكسيرا، ما بنوها عند البناء ولا اتقوها في إعرابها عند الإعراب.